عساش اسمه بوبي. خطاب. خطاب. اسمه خطاب. أيوة. وأمي اسمها إيش أمك؟ اسمي صبري. صبرين. أبوي سابني لوحدي. كنت في الجحر. أبوي من يوم شاف الجحر صوف طلع. جالنا بلاغ من المخابرات الحربية إن في عنصر بدوي شاف مجموعة من العناصر التكفيرية بتهرب وكان معاهم طفلة صغيرة مصابة. وللأسف رموا الطفلة دي وسابوها. جات لنا الأوامر إن احنا نتحرك بدورية نجيب الطفلة دي، اللي اتضح بعد كده إنها بنت قيادي تكفيري كان بيستخدمها كدرع بشري لما بيبقى فيه مداهمة.